الفكرة يحتاج يكون في منصة، المنصة هذه ناس بتسجل فيها وبتسجل أفكارها، والأفكار هذه يتم التصويت عليها، والمنصة هذه حتكون عامة، يعني مش ما هي منصة شركة معينة، ولكن منصة عامة الكل يقدر يدخل فيها، الكل يقدر يشارك فيها، الكل يقدر يصوت فيها، تمام. والمشروع الواحد ممكن يتقسم على أكثر من مشروع، يعني مشروع مثلا ماركت بليس ممكن يكون أدمن، ويعني مشروع فرونت إند وإلى آخره، تمام. كل المشاريع هذه حتترتب والناس تخش تعلق تصوت، ونطلع من كل مشروع بفريق واضح، وبعد كده مرحلة التنفيذ لكل شركة أو كل فريق لهم يعني طريقة للمشاركة فيها. تنظيم وإدارة المشاركة طبعا هتكون مسؤولية الناس المشرفين على هذه المنصة، تمام. بنفس الطريقة لما يكون في فيسبوك جروب يتم الإشراف عليه.